لو جاء النهارده واحد نصراني وقال المسيح هو الله، هو كافر نوعه ايه؟ وعين. لا اقول سكران بكره مش علاقه، هو كافر. لو جاء مسلم وقال المسيح هو الله، اقول كفر نوع. عرفتم يا شباب؟ البناء على الاصل، البناء على اليقين، القاعده المعروفه، البناء دائما على اليقين انه مسلم، ثم ترى منه شيء كفري، هذا الشيء الكفري لا احكم على صاحبه بكفر العين الا اذا اقيمت الشروط وانتفت الموانع. هو هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح الذي لا نتوقف فيه ابدا. انا عندي قاعده، اي مسلم يرتكب اي كفر اكبر فهو كفر نوع، اي مسلم يرتكب اي نوع من الكفر، لو ظهر واحد وقال انا لا اؤمن ان الله خلق سماء الارض، انا لا اؤمن ان يوجد شيء اسمه الله، انا اكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، اقول هذا كافر كفر ايه نوع، ولا اقول كفر عين ابدا ابدا. لا يجوز لي ان اقول كفر عين، لا يجوز. قول واحد يعني مثل هذا القول من هذا الضال، هذا لا يكفر من انكر وجود الله، ولا يكفر من كفر بربوبية الله، هذا من باب أولى، لا يكفر من عبد غير الله. وهذه الأمور كلها بالإجماع يكفر الرجل بعينه، وإن كان جاهلا وإن كان غير ذلك، يدعي إسلاما، أي إسلام يدعى بعد أن ينكر وجود الله وأن يكفر بخالقية الله وبربوبيته؟ وش بقي؟ حتى كفار قريش ما فعلوا ذلك. هذا الرجل جاهل، وأظنه يعني قد وقع في الكفر الأكبر بمثل هذا القول، لا شك في ذلك. عندي الذي لا يكفر مثل هؤلاء هذا كفر، نسأل الله السلامة، وأعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله.